اهلا بيكم في فيديو جديد النهارده وحلقه جديده. والحلقه النهارده هنتكلم فيها عن علم الطاقه. انا بحب حلقات علم الطاقه جدا لان انا يعني درسها كويس قوي وانا بحب الطاقه. يعني انا حسيت ان هو علم كده لازم الانسان يتبحر كده فيه ويغوص فيه، وفي سحر كده علم الطاقه. فالنهارده هنتكلم عن موضوع انا كرشا عانيت منه الفتره اللي فاتت. زي ما كلمتكم في الفيديوهات بتاعه توقعات الابراج ان انا 2018 قفلت معايا الف لوحشه قوي. يعني كانت سنه كبيسه 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 بالنسبه لي، يعني من اكتر السنين اللي ما حبيتهاش خالص اطلاقا كانت سنه 2018 يعني. وسبيشالي اخر 3 شهور في السنه، اخر 3 شهور في السنه دول كانوا متعبين جدا ليا، يعني متعبين نفسي. برج العذراء يعني برج قوي. مش عايزين نتكلم النهارده عن ابراج لان الحلقه النهارده مش عن ابراج، الحلقه النهارده عن علم الطاقه. طيب ازاي نحارب الاكتئاب؟ ازاي نحارب الطاقة السلبية؟ ازاي ننتصر على الطاقة السلبية؟ ازاي نبدل الطاقة السلبية بطاقة ايجابية؟ انا هديكم النهاردة شوية سحر كده تقعدوا تدعولوا عليه كده الفترة الجاية كله، لان الطاقة السلبية دي بتمتص، بتحس انها بتعصر الانسان كده، بتمتصه، بتخليه حاسس ان هو بهتان، حاسس ان هو دبلان، حاسس ان هو مش قادر، حاسس مش عايز اعمل حاجه، عنده حاله، عارفين ملل من الحياه، عايز كل حاجه مش فارقه، كل حاجه في حياته مش فارقه. فبتبقى فتره مرهقه للانسان كده، الواحد في الدنيا فتره اللي هو بيبقى مش طايق، مش عايز، مش حاسس ان هو عايز يعمل اي حاجه في الدنيا. ازاي نحل الموضوع دوت؟ انا هقول لكم على حاجه مؤقته، يعني حاجه اللي انت في نفس اللحظه وحاجه على المدى الطويل. اول حاجه لما تكون متضايق خش اتوضى. انتوا عارفين ان الوضوء كانك انت نار وانت بتهديها بالوضوء، ودي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ان لما يكون الواحد حاسس بنار جواه لما يكون متضايق ومخنوق قوي ان هو يدخل يتوضى ويصلي ركعتين حاجه لربنا سبحانه وتعالى. بس الوضوء بيقهر الشيطان. لو انت راكبك شيطان كده تحس ان انت متعصب ويعني مش طايق نفسك، الوضوء فعلا بيهدي الانسان يعني. وغير الصلاه طبعا اكيد يعني. تاني حاجه ان انت تغير وضعك. غير وضعك يعني انت لو نايم قوم اقعد، لو انت قاعد وموقف، لو انت واقف امشي، مش على نفس الحاله يعني. خلي جهازك العصبي يعني يبقى غير الحاله اللي كان فيها. اوكي يعني لو انت قاعد وقف، لو انت واقف امشي، يعني لو حد معصبك او حد مضايقك ما تفضلش واقف قدامه عمال تعمل هو يعصب فيك. حاول ان انت تبعد عن مصدر يعني ايه العصبيه بتاعتك. اوكي ده انا بتكلم لو انت في حد بيستفزك او انت مستفز من حد. بليز يا جماعه كل الناس اللي اونلاين تعمل لايك، لان اللايك بتاعك بيفرق جدا جدا مع القناه. طيب ايه كمان؟ ازاي تحارب الطاقه السلبيه او الاكتئاب او النرفزه؟ انا بقول دلوقتي لو انت متعصب يعني خلاص بقى، انت بقيت خلاص الموقف اللي حصل وانت قاعد متضايق ومتنرفز ومكتئب وكل حاجه. في برضو حاجه في علم طاقه المكان، ان انت ترش عارفين ملح الخشن اللي احنا بنجيبه بنحطه في الميه. انا هقول لكم انا بس ده روتين، ودي حاجه مهمه جدا جدا، حتى اجدادنا كانوا بيعملوها. ملح الخشن ده بنجيبه من عند العطار وبنحطه في الميه، بعدين بنرش الميه بالملح الخشن دي في اطراف البيت. يعني مثلا ثانيه واحده اوريكم كورنر كده، شايفين الكورنر اللي انا مش عارفه اجيبه دي، سوري، عارفين الكورنر، شايفين مش فين هناك كورنر اهو، ده هترشه فيه. اي كورنر هيبقى موجود هيترش فيه، ده الموتوسيكل يا جماعه بتاع عمر، هيترش فيه اركان البيت اللي هي بالميه والملح. ودايما نمسح المسحه الاخيره تبقى بميه بملح خشن، وتترش اركان البيت بالملح الخشن دي بتسحب الطاقه السلبيه من البيت. تاني حاجه ان احنا نخلي البيت دايما فيه ريفرش اير، يعني هواء نقي، يعني نفتح البيت يتهوى، البيت دايما يبقى فيه هواء ريحته حلوه، لان الحس الكتمه بتشيل بتزود الاكتئاب. ده انا بتكلم دلوقتي عن طاقه المكان، بعد كده نتكلم عن طاقه الانسان نفسها. تالت حاجه لما تكون حاسس ان انت مخنوق قوي او متضايق كده، وده التمرين اللي انا عايزاك تعملوه، ادخلوا اوضه، اكتر اوضه بتحبوها في البيت والله العظيم، اقفلوا نور الاوضه كله يعني، اقفلوا نور الاوضه ويعني نام، يعني خليك نايم كده، خلي عضلاتك كلها مسترخيه، نام على مخده سهله يعني، مخده مش عاليه، مخده يعني تبقى ستيبل، مش رقبتك مرفوعه قوي، لا انا عايزه رقبتك تبقى اولموست في مستوى جسمك، ورجليك تبقى مفتوحه مش مقفوله، يعني رجليك مش مضمومه على بعضها، رجليك مفتوحه كده. وغمض عينك واقعد تخيل كل حاجه انت نفسك فيها، كل حاجه. تخيل كده مثلا انت نفسك تتجوز بنت معين، تخيل نفسك وانت قريب منها وانت بتتقدم لها وانت فرحك فيها. لو انت نفسك تشتغلي في وظيفه معينه، تخيلي نفسك وانت لابسه اللبس وراحه الوظيفه ومبسوطه،
وانت في منتهى الغضب اقعد، يعني اول حاجه اعمل تمارينات التنفس، يعني حاول ان انت تطلع تتنفس من مناخيرك وتطلع نفس من بقك، تتنفس من مناخيرك وتطلع نفس من شفايفك، يعني عايزك تعمل نفس تمارين نفس دي 3 مرات. تاني حاجه ان يعني انت تتخيل حاجه انت نفسك فيها، عارفين انت اللي هو الحلم، احلام اليقظه، انا عايزك تحس حلم يقظه كده، تحس ان انت طاير في السماء من كتر ما انت سعيد ومبسوط ان الحلم اللي انت بتحلمه، يعني عايزك تتخيل ان الحلم ده كانك عايشه بجد، كانك حاسه قوي قوي قوي، كانك انت فعلا لو انت الشخص ده بتحبه، كانك انت في حضنه، كانك انت مبسوط معايا، كانك انت كانه اتجوزته مثلا، يعني فاهم، الشخص بعيد عنك كانه رجع لك واعتذر لك واتصالحته، يعني مثلا عايزه تطلع لعيب كوره كانك بتجيب الجون، والناس كلها، مصر كلها ولا البلد بتاعتك كلها عماله بتسقف لك وتقول لك برافو ممتاز. لو انت بتدور على شغلانه كانك قاعد في الشغل وقاعد على اللابتوب مشغول ومش فاضي، عمال تدوس على الزراير والناس عماله تكلمك سوري هبعت الايميل ده واجي لك، عيش الحلم وانت مغمض عينك. بعدين عايزك تحس ان انت هتقدر تعمل ده، يعني حس كده، خلي عندك طاقه النشوه، طاقه الانتصار، طاقه ان انت هتقدر. وشوف اكتر حلم انت نفسك فيه، يعني اكتر حلم شاغل بالك في عز ما انت مكتئب، خلي عندك باشن وخلي عندك ايمان ان انت تقدر تعمله، ان انت اقوى من الحلم ده وان انت هتقدر تحققه وان انت هتقدر تنتصر عليه. مهمة قوي قوي يا جماعة، يعني استغل، حاول ان انت تحول طاقتك السلبية دي لطاقة ايجابية، لطاقة مليانة باشن، لطاقة مليانة انرجي، لطاقة مليانة حب، لطاقة مليانة انتصار، لطاقة مليانة امل، امل وتفاؤل. ليه بقى؟ لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول تفائلوا بالخير تجدوه، يعني كل ما تتفائل بالخير كل ما هيحصل لك خير. وربنا بيقول ولا ان شكرتم لازيدنكم. انا عايزاك بعد ما تعمل التمرين ده وانت مسترخي وهادي كده وعمال تحلم وتتخيل، يعني في واحده صاحبتي كانت بتقولي انا عايزه اتجوز اللي هو البطل التركي اسمه كريم، تخيلي ان انت اتجوزت كريم. عادي والله، ما فيش حاجه، هو في حد يقول لك ممكن التخيل ده معلش فوق قدراتك؟ ما حدش يقدر يقول لك معلش، انت ما تقدرش تتخيل الحته دي اصل هي فوق مستوى قدراتك، مفيش حاجه اسمها كده. تخيل اللي انت نفسك فيه في العالم كله هيحصل لك. طيب اول ما تخلص انا عايزك تشكر ربنا وتحمد ربنا على كل نعمه. دايما لما تكون مكتئب دايما شوف الناس اللي اقل منك، ما تبصش الناس الاعلى منك، شوف على قد ما انت في عز البرد كده، وانت شوف انا عندي لابسه هدومي كلها والله العظيم وبلوفر اهو، ده بلوفر وجاكيت وحاجات كده وهموت من البرد. افتكر ان في ناس نايمه في الشارع، افتكر ان في ناس وانت معدي كده بالعربيه شوفهم هتلاقيهم مرميين ما عندهمش غطا يتغطوا بيه. افتكر ان في ناس عندهم ولاد عيني عندهم اعاقات وعندهم امراض وذوي احتياجات خاصه وانت ولادك كويسين. افتكر ان انت عندك ميه تشرب وعندك اكل تاكله كل يوم. افتكر ان انت عندك صحه، والصحه دي اهم حاجه في الدنيا. الصحه دي دايما ابويا يعني ربنا يخليه لنا بيقول الصحه دي عامله زي الواحد الصحيح، لو الصحه راحت تخيل الواحد وقع، هل الاصفار او كتر الاصفار اللي جنب الواحد او جنب الرقم دي هتعمل اي حاجه؟ مش هتعمل اي حاجه. دايما افتكر نعم ربنا واشكره عليه عشان ربنا يزودك من نعمه. دايما قول الحمد لله على كل شيء، انت ما تعرفش غيرك عنده ايه. لو واحد مثلا حبيبته سابته، ولا واحده جوزها سابها، ولا واحده خطيبها سابها، ومش تقولي انا في واحده بعتت لي اقسم بالله العظيم البنت دي من المغرب قالت لي انا بفكر انتحر علشان انا خطيبي سابني وراح خطب واحده قريبته، وقريبته دي كانت بتتحداها وتقول لها هو هيسيبك وهيتجوزني انا. فهي قالت لي انا عايزه انتحر، وكانت انا فكره انا كلمتها حتى في فويس، يمكن دي المتابعه الوحيده المشاهده الوحيده اللي مش برايفت كونسلتيشن، وانا كلمتها عشان خاطر بتقولي هنتحر، هتنتحري عشان خطيبك سابك؟ يا لهوي ايه ده، يعني انا كنت يعني احنا هنهزر؟ يعني خطيبك سابك في مليون الف واحد احسن منه، يمكن يكون ده الخير ليكي. فيا جماعه بلاش حاجات الصغيره دي، حتى مهما كانت حاجات كبيره، انا عارفه ان هي ممكن تبقى حاجات صغيره واحنا فاكرينها ان هي حاجات كبيره تاثر علينا وتوقعنا قوي كده. في مصايب كتير قوي، في ناس زي سوريا وناس في العراق وناس في اليمن ما عندهمش مكان يقعدوا فيه، ناس بيوتهم ممكن معرضين لاي لحظه، ربنا يعني عافيهم يا رب وينصرهم ان البيت بتاعهم يقع، او ان في ناس عايشه لاجئين يا ربي في، يعني شفت اللاجئين السوريين في لبنان صور او في ريبورت كده على البي بي سي، انا قعدت اعيط عشان ما شفت مناظر الاطفال، يعني ما عندهمش بطاطين. طب انت دلوقتي قاعد امن في بيتك، في حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام فبيقول من بات امنا في بيته مالكا قوت يومه فقد ملك الدنيا وما فيها. لو انت عندك نايم في بيت، عندك اكل وعندك شرب وعندك قوت ولادك واهلك وبتتغطى وبتتدفى وعندك بيت امن في بيتك، انت كده ملكت الدنيا وما فيها. مفيش اي حاجه في الدنيا تستدعي ان انت تكتئب،
عشان علاقة عاطفية او علشان شغلانة ما جبتهاش او في ناس. انا عايزة اقول لكم على حاجة يا جماعة، في سويسرا، سويسرا دي اكتر بلد فيها نسبة رفاهية، يعني ناس من كتر ما عندهمش مشاكل، انتوا عارفين ان الناس من كتر ما هم ما عندهمش مشاكل بينتحروا، فيها اكبر نسبة انتحار، انتحار بسبب الملل، بسبب الناس عندهم امراض نفسية وما عندهمش مشاكل، ما عندهمش حاجة يعني سبحان الله. ممكن تكون المشاكل دي سبب ان انت تبقى اقوى، سبب ان انت تتعلم حاجات جديدة في حياتك، سبب ان انت تبقى ارجل، سبب ان انت تبقى اجدع، سبب يعني راجل او ستة، مش بتكلم على بلغة، سوري بتكلم على راجل المذكر بس، مش قصدي على رجالة بس. فدايما يعني دايما الازمات بتقوي، دايما الازمات بتتعلم، دايما الشخص اللي بيتعرض لازمات كتير قوي هو صغير بيطلع اقوى، بيطلع قادر على التحدي اكتر، بيطلع متقدم اكتر. فدايما يعني استثمر ازماتك بطريقه ايجابيه، قول ان الازمه دي انا هتعلم منها وهطلع منها بطريقه ايجابيه، لما يحصل لي مشكله او يحصل لي مصيبه قول ان انا هستثمرها ان انا اتعلم منها حاجه جديده. ما هو التعليم ده حاجه اضافيه، فاليو ادد، ان انت تتعلم حاجه جديده. على فكره في ناس مليارديرات مش بيعرفوا يتعلموا، يعني عايزين يتعلموا، يعني عايزين يتعلموا، يعني سوري، اكتر ناس مليارديرات تعلموا من الحياه، فالحياه دي اكبر معلم. فلما يحصل لك مصيبه قول يا ده انا كويس قوي ان انا اتعلمت كده، يا انا كويس قوي يعني ان انا ان الحاجه دي علمتني، طلعتني اقوى، طلعتني اشد، طلعتني اصلب. يعني اتعودوا كده، اعملوا التمرين دوت واعملوه كتير، وادعوا ربنا يا جماعه. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. انت لما بتدعي ربنا ايا كانت ديانتكم، يعني مسلمين، امي علمتهولي، انا الدعاء ده هعمله لكم فيديو لوحده يعني. بس يا جماعه عايزه اقول لكم على حاجه غريبه جدا، اقولها لكم غريبه جدا. انا لما عملت القناه ديت انا عملتها عشان خاطر انا جات لي فتره كده كنت بشتغل في التلفزيون يا جماعه، يعني انا كنت اوريدي مذيعه وعندي البروجرام بتاعي لمده كام سنه، يعني عندي البروجرام بتاعي من سنه 2013. فانا حصل لي ظرف كده معين وسبت التلفزيون، يعني جاتلي حاله اكتئاب مزريه وسبت التلفزيون. كنت بشتغل في قناه اسمها LTC وشبتها عشان اروح قناه اسمها النهار نور، ولما رحت النهار نور دي، النهار نور دي قفلت، فانا سبت قناتي عشان اروح قناه جديده اللي هي اقوى، ففي القناه الثانيه قفلت وبقيت في الشارع. انتوا متخيلين؟ طبعا طبعا بيقل مع الجامعه، بس يلا الحمد لله. مامتي قعدت تقول لي يا رشا ما تسيبيش قناتك، ما تروحيش قناه ثانيه، وانا اقول لها يا ماما لا طبعا انت بتقارني دي كلاس A وكلاس C، لا طبعا انت ازاي بتتكلمي كده، ده انا سايبه LTC عشان اروح النهار. بعد كده قعدت في البيت، يعني انتوا متخيلين قاعدين، انا قاعده في البيت من 2017، يعني 2017 قعدت في البيت، قعدت مكتئبه ان انا يعني عايشه عماله اتفرج بقى على زمايلي وهم عمالين بيكبروا وبيكبروا، يعني الحمد لله يعني اصحابي بقى نجوم ملامعين وهم ابتدوا معايا، وانا قاعده في البيت ما بعملش اي حاجه، كنت عندي حاله اكتئاب مزري. قررت ان انا اعمل القناه هنا وان انا اهتم بيها، وقلت خلاص انا هعمل قناه، القناه بتاعتي تبقى كبيره وهتنافس مع القنوات الكبيره بقى. فلما بداتها يا جماعه وانا ما حدش بيتفرج عليا، حدش يعرفني ولا حد، ولا اصلا القناه ليها 30 لازمه. وبعدين حسيت ان انا فاضيه، ما انا قاعده فاضيه بقى، قلت خلاص انا عايزه اخد كورسز. فاستغليت الوقت الفراغ اللي فيا، وقت اللي انا خلاص بطلت اشتغل، كنت بشتغل وعندي تصوير خارجي وعندي تصوير، والله العظيم يا جماعه. وبعد كده يعني اخدت كورسز بقى في علم الطاقه وفي وعملت القناه، وقلت استخلي ناس تستفيد من الكورسات اللي انا اخدتها، ودفعت فلوس كتير جدا يعني عايزه اقول لكم عشان اخد الكورسز دي. فعايزه اقول لكم اقسم بالله العظيم انا بقيت بحب القناه، وحاسه ان القناه بتاعتي عملت يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله طبعا يا رب وفضل لله. القناه دلوقتي عملت بروباجندا، بقيت مشهوره اكتر بكتير جدا ما كنت عامله. تخيلوا انا كنت عامله كان برنامج اسمه سنه اولى، بعدين برنامج اسمه ايد على ايد. انا ممكن بسيب لكم اللينكات بتاعت تقريبا، ما كانتش تعمل فيوهات يعني، او يعني عايزه اقول لكم ان انا بقيت مشهوره اكتر بكتير جدا. انا لما كنت بعمل بروجرام وكنت بمشي في الشارع ما كانش حد بيعرفني قوي، او عادي يعني الناس اللي بتتابع LTC بس اللي بتعرفني. انا دلوقتي بقى ناس كتيره قوي قوي بتعرفني في الشارع اكتر، وبقيت مشهوره اكتر، وعملت نجاح اكبر بكتير جدا جدا، لدرجه ان انا بقول يا سبحان الله لو علمتم ما في الغيب لاخترتم الواقع. الغريبه اكتر بقى دلوقتي ان بقى في قنوات كبيره هي اللي بتحايل عليا ان انا اروح، وما بقتش انا عايزه اروح، بقيت حاسه ان انا لا انا عايزه اكمل طريقي لوحدي وابقى انا صاحبه القناه، وانا اللي بقيت انا بعمل فيديوهات اكتر من القنوات الكبيره. انتوا متخيلين؟ يعني الحمد لله الحمد لله يا طارق وفضل الله بقى. يعني انا لما اتعرض عليا الشغل في قناه دلوقتي قلت لهم يا جماعه
انا ساكنه في التجمع، ايه اللي هيوديني في عز التلج؟ مش شايفه الاوفر مغري، ويمكن يعني كان الاوفر اللي اتعرض عليا دلوقتي كان ضعفين الاوفر اللي كنت باخده زمان، وكنت زعلانه ومكتئبه وبعيط عليه، انتوا متخيلين؟ فلما جت القناه تقولوا لي طب تعالي اشتغلي واعملي قناه للعلاقه، يعني بروجرام عن العلاقات وتكلمي، ويبقى الحلقه بتاعتك وحلقه حلقتين في الاسبوع، قلت لهم يا جماعه انا ما عنديش وقت فعلا، وانا واحده عندي شغلي اوريدي بشتغل في شركه بترول مش فاضيه، تاني حاجه انا ساكنه في التجمع بالنسبه لي مشوار. فتخيلوا ان انا القنوات اللي انا كنت بتمنى كده ان اروحها هم اللي بيتحايلوا عليا وانا مش حاسه. طب ما انا بعرف اعمل كل حاجه في قناتي وانا قاعده في بيتي، طب انا ليه خليني اروح اتمرمط يعني فاهمه؟ يعني لسه ممكن ما جاليش القفر اللي بحلم بيه، بس اكيد انا عندي، انا امنيه حياتي يا جماعه ده بشارككم بيها، انا نفسي اعمل برنامج خيري، نفسي اعمل برنامج مساعدات انسانيه، ده حلم حياتي ان هو بيبقى برنامج رقم واحد في العالم كله، يعني يبقى بتنافس مع اوبرا وينفري، ان انا يعني يبقى البروجرام ده مسمع جدا جدا، يمكن البرنامج اللي سرق الفكره بتاعتي وسرقها في الخير، يعني انا يا ربنا يكملهم ويطمنهم ويفعلهم اللي فيه الخير، لان هم عمل سرقوه، مش سرقوه، سرقوا فكرتي من دماغي، انا ما قلتهاش لحد، هم برنامج قلب اطمئن او اطمئن قلبي، انا مش فاكره اللي هو بتاع غيث ده، البرنامج ده انا كنت بفرج عليهم بعيط ان هم ازاي في توافق افكار ما بيننا كده يعني. بس انا عايز عليكم بجد بشكركم جدا جدا، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو عشان اللايك بتاعكم مهم قوي عشان ندعم القناه، ما تنسوش تشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش، وشكرا لكل الناس اللي اشتركت في القناه، خليكم مصبرين، اعملوا التمرين اللي قلت لكم عليه، يعني استغلوا فرصه الحاجه السيئه ان انتوا تتعلموا منها وتبقوا احسن، بكره هتبقوا احسن، مفيش حاجه اسمها مستحيل في الدنيا دي كلها. وسوري طبعا انا طالعه لكم بمنه منفوشه كده عشان خاطر الجو برد جدا. واخر حاجه عايز اقولها لكم، بليز تعملوا شير للفيديو ده، مهم قوي، يعني انا في فيديوهات مش بطلب فيها ان انتوا تعملوا شير، بس شير الفيديو ده مهم قوي عشان ان انتوا يعني توصلوا الكلام ده للشخص اللي يحتاج ان هو يسمع الكلام ده. شكرا جدا جدا جدا، بحبكم جدا جدا، عايزاكم تدعموا القناه عشان نوصل ل 500 الف مشترك، وعايزين نوصل الفيديو ده ل 20 الف لايك، وعايزين نوصله لمليون 20 مليون مشاهده، انا حاسه ان الكلام ده فعلا مفيد وهيفيد ناس كثيره قوي. شكرا، تصبحوا على خير، خليكم جميلين، خليكم متفائلين، تفائلوا بالخير.